يا اخي انت قلتني يا اخي وعدة جميلة والله ناديك انا الشغل مايك اول شوفتك والثاني يلا يا ولد محمد تكفى جيب معك ورقة لا انت اليوم الجاي اجيب وشو مقلب بس اقلب عنده عطى القلب عندك اقلب وين اقلب انا عندك على الطاولة الناس ما فوقت حوالك ترى طيب خلينا نشوف سويت لك باستا لا صارت ولا استوى اي والله ذا العين اي والله نباح انا حطيت معها جبن اي هيا المجرم الله العظيم انك مجرم طبعا شوفوا يا اخوان الجمهور سعيد جدا انكم قاعدين في القريه الله يطول الله يطول اي والله وكلهم يمدحونكم وكلهم يعني يثنون عليكم لاجلهم نتعب جدا انكم والله ما قصرتوا اخواننا حتى ما مقصرين احنا ما احنا مقصرين ان شاء الله يا اخوانكم ما هم مقصرين بس احنا نتكلم عن ما يحدث الان عند الجمهور الحمد لله والشكر اللهم لك الحمد انه الجمهور غالي والله لو نقدم له ما نقدم الجمهور ما يقدر يا ولد حط لها جبن في ذمه طبختك اي والله لا اله الا الله مجنون ايش رايك امانه اي والله انا من اليوم قدامك انا شوف الدجاج شلون محمر ها لو تغدينا والله تغدى ملح شوي يجي شوي زايد تعال انت اللي ما كثرت والله دريت والله حطيت المكرونتين كلهن اصحني وكنت بسوي واحد اول ما شاء الله ولد الجبو ده مجرم ها هو كيف فكر تدري شلون تعلمت به ايه؟ ايام الكورونه خلاص ما هو المدح يا محمد زد علينا شوي عاد خلاص محمد ما في الا انا وياك ما في انا وياك سلك لا تطق لي لا تطق لي بقصايد من الحين والله افضل مجرم مجرم يلا خلينا نستمر ناكل يلا يلا شاي بقدر لا حول يلا عاد يلا ريال يلا عاد يلا عاد تقيم قلت بتقيم انت شو قمت تاكل تقيم ابو التغدى بنجوع تغدى يا رجال لا اله الا الله والله بالعافيه بس انك الله يهديك الملح شوي الزين ما يكمل الزين ما يكمل ولا هي يا اخي فنان مساء الخير يا اهل السناب انا اليوم في مطعم في مزاحميه شغله جبار من الاخر لا اله الا الله طبعا في قلبي المطعم بيدخلك صاله كامله زي كذا أكثر من لوكيشن وزود عليها أن المطعم إذا كنت طفشان ترى يجيبك اثنين يسولفون معك نعم هو علامة بسم الله عليك يستحي من التصوير إيش فيه طوانة ممكن المصور بيجي فأنا أقول المصور بيجي مرحبا فأنا أقول لكم يا أخوان يا ترى أنت كبرت أمص خير أمص مرح صح لا يا مرحبا ولكن ذاك اليوم خصم عليها 3000 فاضي أنت مخطئ من هو اللي خصم على الثاني؟ أبو منصور خصم على أفا أبو منصور يوم دخلت معي جولة يا رجال الله على الله فزت عليه نعم قال لي اذا جبت 5000 سكور 5000 ايه لك اعطيك فقرتي والله تدخل يوم بس اشوفك قبل شوي تجرب قلت والله لا اعطيهم كلهم النقاد تبلها لا انت واستبعد واحد ابجي عند اي واحد اقول تبي السبعه تجي السبعه ادخل مع تحدي بس علمني قبل عشان ادعمك انا حلو وبحاول اخذ جوالي منه ولا منه بنقاط والحكم وشو الحكم؟ الحكم اذا فزت عليه ان الدخوليه الجايه دخوليه مكافآت بس دخول خصم والله مفروض انا احس بتجيكم مكافأة انتم يلا يلا قاعد عندي احساس طيب اسمعوا بالله ما معكم جوالات ما اعطوكم والله ما اعطونا شيء تقعدون كذا طيب وش الفائده؟ وش يعني وش لكم فائده؟ قلنا مطلعونا نبي نروح نتقضى طلع عليه بالصباح اللي يروحون يروحون الرحلة يروح حلقه احنا ما طلعنا قال لا قال انتم تجيكم ما فيه خيار ايوه يا ريت ليكم هذا شيء يفكرون ها التفكير من ذكر انا بحبس هم بيروح برا اخذ قطه وجهي وعيو لا لا يا اخي والله دون على هروب احنا ما نبي هرب اهرب انت رقدحت قدحت ولا لكن ظهر ظهر وجبت حي والله دعم شير والله بساعدك كلك ساعه اي والله الموتر برا الموت بسيطه والدراهم موجوده انا ما عدمك والمولات هذا ما كثر الله كثرها انت قاضي يا اخي عند غاض اللي يجيب انا غاض لنا حنا انا بس لما اروح الموت والله تيجي روح عند البقاله بتقضي الغاض حط مؤونه عند رهن حطب ما حطب حتى حطب ما يجيب ترى بشر روح جيب حطب بالله
تريكم يا عيال اضطهدتوا الحطب لعب فيني يا النار. ما تشوف انا دايم لا جيت نبرد حرتنا بك وانت متحملنا الله يجزاك خير. اي والله والله ترى هذا انا ترى اشكولي اشكيله لا تشكيلي ابكيلك هذه مشكله. اي انا يعني على قولتهم ان شاء الله مصيبه غيره هانت مصيبته. تصدق ريان ان احنا نجلسين عشان البرد حلو ويجي يقول وزعوا كشنات اطلعوا الترابيه اطلع هناك برد برد ما في برد وش يسوي عندهم سياسه هم سياستهم حلوه خلاص اكتب مقضيكم البقاله يلا تكتب حطب 860 ريال حطب طيب جيب حطب خلوا وزعوا كشنات جيب لي حطب هنا خلنا يلا طيب هذيك ما هي بغاز بدون حطب يا ولد نجرنا ريحه غاز يا ولد تعبنا يا ولد ما تعبت شلون تعبت والله يا عيال ادريكم وجالسين ما شاء الله عليكم انا اقول يا عيال طق سلف واطلعوا برا بيوتكم ما مش كلب كثير طلع اكبر والله العظيم انا حسب حساب الجمهور قبل كل شيء اي والله لا طلعنا منه بيجي ما بي احد كفو والله الجمهور ترى تعمعنا والله كفو تحملنا وانت الحين تقول الجمهور مثل جالسين تبين اي والله تبون الصدق والله العظيم يتاك كلهم يعني يشكرون من قاعد هنا الابداع ان شاء الله بيشوفون ان شاء الله بعد العصر باذن الله كفو وبعد إيه؟ المغرب بدري ايش عندنا شاعر القمه وبعد خذ كاش عاد الابداع القوي باذن الله يا سلام وزع بشك احنا قعدنا اربعه اليوم فلان عنده فقره ابو فقره فلان عنده فقره بيننا والله جد والله جد اموري للجمعه هم اموري للجمعه معنا الاثنين والثلاث والربوع والخميس مغطى يا ولد والله يا عيال من الصدق عيشوا هذا الكلام والله صدق صدق عيشوا الليله انسى انسى في كاميرا يا ود شفت لما ترت الهنجر رايح جاي لحالك ترى تطلع عليك افكار ما تدري كيف طلع والله قعدت لحالك تطلع عليك افكار جدلوا جعل ربي يوفقكم ان شاء الله ويسر اموركم اللهم بنتواجه ان شاء الله بجيكم انا بعد ام غريب مرحبا والله ما اسهل ترى كلام لنا قبل يقول مسموح المقدمين يسمعكم كلام لي قبل الاداره يقول مسموح المقدمين يجونكم زي كذا ما ادري عن اجراءاتكم انتم احنا بنشوف امكانه مسمحوا لنا بشوف الشباب من اللي فاضي نجي نتكلم الجدول والله انكم تزودونا والله الله يطول في عمرك الله يرحم والديك والله بنشوف الشباب اللي فاضي منهم يجي نستانس معكم ونتونس انا بستانس ونسعد الجمهور والرشاشات وجعل والله ربي يسعدكم ويوفقكم اي والله وعلى قولتهم الله الله وصلنا نهايه الفقره تاك تاك طبعا طبعا كلهم والله بدون مبالغه كلهم خذوا الدرجه كامله الله يطول عمرك انس خذ 1500 نقاط صافي ومحمد الطوال اخذ 1000 نقطه صافي طيب خلينا نشوف وجهكم ابي ترى ما اعطيتكم اياها من راسي هذا شغلكم انتم شغلكم انت انت اعطيتنا وقتك اغلى من الدرجات الله يرحم والديك والله العظيم هذه مكرمه من ام ناصر تقول انس الميموني 50 نقطه الله يجزاها خير الله يجزاها خير ام ناصر وغيداء تقول لمحمد الطوال الله يبيض وجهك يا غيداء ما قصرتي الله يبيض وجهك مناصر ما قصرتي يصلح اس ناصر ان شاء الله واخوانه خواته يمتعس بالصحه والعافيه يا حي قيوم بس والله اشكركم يا شباب عموما احنا بننهي الفقره ولقانا باذن الله انا فقره تروح بعد المغرب والله بدي اروح اجهز بجهز اموري وبجيكم عقب المغرب ان شاء الله ولا بعد العشاء وبنجدول وفي الامه مرحبا ومسهلا الى هنا تنتهي فقرتنا فقره مقادير اتمنى انها نالت على رضاكم الشباب ما قصروا مع انهم يعني ما ناموا زين ولسه ما فيهم طاقه الا انهم بدعوا بالفقره الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم وما قصرتم ونلتقي ان شاء الله بكم غدا في فقره مقادير المره 80 عموما نلتقي بكم ان شاء الله غدا باذن الله ومع السلامه ودعناكم الله الله يسلمك من الله ابد سلامتك الله يسلمك ودي ثلاث طوال داخل بجيك ها يلا هذاك من يفوز كله ما شاء الله عليه الطرف نبغى نشوفه حتى نقرر وصوفه وطفز وكلوبه وين المهارة Oh,
ودينا الصحن داخل. احس اني ما اضبط نفسي، خليت لي بهذا. والله مكرونتي